والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. توقع بنك التنمية الأفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% خلال العام الجاري. جاء ذلك في تقرير البنك الذي أصدره بعنوان أفاق الاقتصاد في أفريقيا 2022. وكانت توقعات البنك الأفريقي للتنمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قدرت عند نسبة 3.6% و3.3% على التوالي خلال العامين الماضيين 2020-2021. وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الإفريقية أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 الذي شهد جائحة فيروس كورونا. عقد وزير البترول طارق الملا مباحثات ثنائية مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أماني أبو زيد. تناولت المباحثات مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقي في أفريقيا والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. أكد الملا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي مع تولي مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الأفريقية خلال قمة COP27 والإعلان عن موقف أفريقي موحد في قضية التحول الطاقي العادل. أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.9% في عام 2022. وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات. إشادات دولية بصلابة الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجهها أكبر اقتصاديات العالم. إشادات جنتها مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته خلال الفترة الماضية وجهود التنمية على مختلف المحاول والأصعدة. آخر تلك الإشادات والتوقعات الإيجابية جاءت على لسان صندوق النقد الدولي الذي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%. الصندوق توقع في تحديث شهر يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نمواً بنسبة 4.8%. وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، حيث يواصل الميزان التجاري تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية. وخلال استعراضه أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021 أشار المركز الإعلامي إلى أن الميزان سجل 39 مليار دولار و8 ملايين عام 2021 و 41 مليارا ومليون دولار عام 2020، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري. وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة الصادرات بنسبة 47.3% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالشهور ذاتها من عام 2021، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8%
في الفترة ذاتها. هكذا أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تراجع جماعي مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء. خسر رأس المال السوقي نحو 3,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 624,400,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9,350 نقطة، وأغلق عند مستوى 9,287 نقطة، متراجعا بنسبة 67% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1,845 نقطة، أغلق عند مستوى 1,833 نقطة، منخفضا بنسبة 62%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2,704 نقاط ليغلق عند مستوى 2,686 نقطة، متراجعا بنسبة 68%. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18.88 جنيه للشراء و 18.98 جنيه للبيع. أما عن سعر اليورو، فقد سجل نحو 19.16 جنيه للشراء و 19.28 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22.77 جنيه للشراء و 22.91 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.14 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.05 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية لتسجل نحو 1,713 دولاراً للأوقية. محلياً، استقرت أسعار الذهب ليسجل عيار الذهب 18 نحو 846 جنيه. أما بالنسبة لعيار الذهب 21، وصل سعره إلى 987 جنيه، وهو الأكثر مبيعاً، في حين وصل سعر عيار الذهب 24 إلى 1,128 جنيه. أما بالنسبة للسعر الجنيه الذهب، فوصل سعره إلى 7,869 جنيه. في أسواق البترول العالمية، وسعت أسعار النفط مكاسبها بعد الكشف عن بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تفيد انخفاض مخزونات النفط والبنزين خلال الأسبوع الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي مكاسبها لترتفع بنسبة 1.9% إلى 106.37 دولار، بينما زاد الخام الأمريكي بنسبة 2.27% ليسجل نحو 97 دولاراً و15 سنت. ارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 2% لتصل إلى 3.50 دولار لللتر، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4% لتسجل نحو 9 دولارات و5 سنتات لكل مليون وحدة حرارية. في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بقفزة في الصادرات رفعتها لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما يرجع إلى خصم كبير في أسعار الخام الأمريكي مقارنة مع خام برنت القياسي العالمي. وقالت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 4,500,000 برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 422,100,000 برميل. يرجع هذا الانخفاض في جانب كبير منه إلى قفزة في صادرات الخام التي سجلت مستوى قياسي بلغ 4,500,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليتراوح بين 2.25% و 2.5%. من جانبه أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جروم باول على أنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي في ركود. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في يونيو الماضي رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. هبطت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو بسبب استمرار تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل في الحد من القدرة الشرائية للمشترين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى. قالت الرابطة الوطنية للسماسرة العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة تراجع بنسبة 8.6% الشهر الماضي. حذر صندوق النقد الدولي من وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا ما قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. أشار الصندوق إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إلى 2.6% في 2022 وإلى 2% في 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا. يواجه العالم الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، ومن أكبر التحديات ارتفاع نسب التضخم وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيضاً وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2%، أي أقل من 4% من توقعات أبريل. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي واجه عدة صدمات مما أدى إلى إضعافه، ومنها وباء فيروس كورونا، وأيضاً العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، مما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد. ويتوقع صندوق النقد حالياً أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8.3% هذا العام، بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية تبلغ نسبته 9.5%. هذا وخفض الصندوق توقعات النمو لمعظم البلدان، وشمل ذلك إعادة نظر في اقتصادي الولايات المتحدة والصين ليخفض التوقعات السابقة بأكثر من نقطة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.3% في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات الفائدة. ولفت الصندوق إلى أن الركود قد يكون بدأ بالفعل في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل كبير في عام 2022 ليسجل النمو 3.3% فقط، وهي أقل نسبة منذ أكثر من 4 عقود باستثناء النسبة المسجلة خلال أزمة كوفيد عام 2020 وبسبب المخاوف المرتبطة بالوباء وتدهور أزمة قطاع العقارات بحسب التقرير. هذا ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي ب 9% إلى 8.3% في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد. كما حذر صندوق من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو. أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية بسبب اضطراب موظفي الخدمات الأرضية. وذكرت شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية أن حوالي 134,000 مسافر اضطروا إلى تغيير خط سفرهم أو إلغائها تماما بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسة لشركة لوفتانزا في مدينتي فرانكفورت وميونخ هي الأكثر تضررا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.